اهلا بيكم معانا في قناة اكلة تريندي. النهاردة هنعمل لكم فراخ مشوية بتتبيلة روعة، وهنقدم معاها رز ابيض وبطاطس مشوية جميلة قوي. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنبدأ اول حاجة البطاطس، هنشويها في الاير فراير. هنجهز تتبيلة الفراخ، كوباية زبادي، ثلاث فصوص ثوم، ربع كوباية فلفل أصفر، ربع كوباية فلفل أحمر، ربع كوباية زيت، عصرة ليمونة، كوباية كزبرة خضراء متقطعة، نص معلقة فلفل أسود، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة كركم، معلقة بابريكا، ومعلقة ريحان. وهنضرب كل ده مع بعض في الكبة. التتبيلة دي حلوة قوي وتنفع نعمل فيها الفراخ ونسيبها قبلها بيوم بحيث تبقى جاهزة وقت الطبخ. شايفين شكلها حلو ازاي؟ انا هاخد منها شوية علشان هتبل فيها البطاطس بعد ما تشوت. زي ما انتوا شايفين البطاطس طرية طالعة من الاير فراير. ممكن لو ما عندناش اير فراير نعملها في الفرن عادي، نلفها بورق فويل ونسيبها في الفرن على نار هادية لحد ما تستوي. هنبدأ نقلب البطاطس من جوه عشان تشرب من التتبيلة. زي ما حضراتكم شايفين البطاطس طرية خالص. هنحط عليها التتبيلة ونرش عليها شوية ملح ونقلب. انا عندي بواقي شاورما لحم احطها عليها. لو حضراتكم عندكم اي بواقي في البيت، فراخ، لحمه مفرومه، اي حاجه تحبوها، او لو مفيش ممكن جبنه، بس بيطلع طعمها حلو قوي. بعد ما حطيت الشاورما احط زيتون شرايح واحط فلفل الوان متقطع مكعبات، وبعدين ارش الموتزاريلا. هندخلها تاني للاير فراير عشان نحمرها شويه. عندنا الفراخ هنا، انا استخدمت فرختين، الفرخه حوالي كيلو و200 جرام. زي ما حضراتكم شايفين انا فتحاها من الظهر ومنضفاها وغسلها كويس. وشايلة العظمة دي عشان الفرخة تتفرد كويس. وبعدين هنحط عليها التتبيلة ونغطيها كويس وندعكها كويس في الفرخة علشان التتبيلة تدخل جوه الفرخة، ونحاول ندخل تحت الجلد عشان الفراخ كلها تبقى طعمها حلو.
زي ما حضراتكم شايفين انا بحاول افتح مسافة بين الجلد ولحمة الفراخ وادخل فيها تتبيلة عشان تبقى حلوة. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي ساعة لساعة وربع زي ما حضراتكم شايفين شكلها ازاي، حلو قوي قوي. ودي طبعا البطاطس مشوية جنبها، وده الصوص اللي نازل منها احطه عليها لان طعمه حلو قوي. نازل فيه بقى كل البهارات، وده رز ابيض انا عاملاه هقدمه جنبها. وزي ما حضراتكم شايفين البطاطس دايبة خالص، شايفين شكلها عاملة ازاي بتقع، والفراخ طعمها تحفة وريحتها جميلة جدا. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اشوفكم في اكلة جديدة، مع السلامة.